كثيرا ما يرى الناس احلاما مزعجه او ما يسمى بالكابوس وقد تؤدي هذه الاحلام الى الفزع او التشاؤم، وهذه الاحلام يحدثها الشيطان بغيه القاء الحزن في قلب الانسان المسلم، وهناك رموز قد تاتي في رؤى صادقه يراها المسحور لتعينه على اكتشاف السحر حتى يعالج نفسه، من المتعارف عليه ان السحر من الشرور الدنيويه التي يصاب بها الانسان بصوره ما. فالسحر كما اخبر الله عز وجل عنه طريق للفساد وسبب للأذى والضرر بين العباد. وهو فوق ذلك كله سبب للكفر بالله عز وجل والخروج عن دينه وشرعه الإسلام. ومن الدلائل على الإصابة بالسحر الأحلام، وهي ما قد يكون تفسيرها بأن الرائي أو النائم مسحور. وهناك الكثير من العلامات والدلائل المنامية المؤكدة التي قد تثبت وجود جن أو خادم للسحر بالجسد. قال بعضهم منها رؤية السموم في المنام، وهي تدخل إلى جسد النائم لتدل على الإصابة بالسحر، ورؤية الجسد في المنام وقد ملأه النجاسة والأوساخ، قال بعضهم يكون دليلا كبيرا على إصابة النائم بالسحر، ومنها رؤية الساحر في المنام وهو دليل كبير على الاصابه بالسحر ورؤيه الشيطان ايضا وكان بصوره بشعه لا يستطيع النظر تحملها وقالوا منها وجود النار في المنام وهي من دلائل السحر واحتراق الاشياء امام عين النائم قالوا تعتبر دلاله على اصابته بالسحر وقالوا كذلك ان الظلام والليل من الدلائل الاخرى للاصابه بالسحر والمس حيث ان الشيطان يفضل الظلام والاختباء والخلاء واللون الاسود والقبور من بعض الدلالات على السحر وذلك اذا ظهرت بصوره مفزعه للنائم قالوا ان بعض الحيوانات تكون دلاله على السحر مثل الثعبان المخيف والكلب البشع المنظر ويجب الاستعاذه والتنبه لذلك واذا حلم الانسان بالاذى بصوره بشعه مثل القطع بالسكين او الموت تحت قضبان القطار فهذا قد يكون دلاله على اصابته بالسحر وقالوا منها ان يرى انه يسير في دم او في ماء او في نجاسات او انه يسير في طريق لا يعلمه ويلفت نظره سيره في هذا الطريق او يسير امام بيته او بيت احد يعلمه وقالوا ما اذا راى مكروها فليفعل ما امره النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم: "وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وليتفل ثلاثة ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره" رواه البخاري. وفي الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله "وإذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثة وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثة وليتحول عن جنبه الذي كان عليه". اما العلاج للسحر والحسد والعين وغيرها من الشرور فيعالج بالرقى الشرعيه والادويه النافعه المباحه ومن انفع العلاج علاج المسحور بقراءه الفاتحه عليه مع النفس وايه الكرسي وايات السحر التي منها في الاعراف ويونس وطه وبقراءه قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ويستحب تكرار هذه السور الثلاثة ثلاث مرات مع الدعاء الصحيح المشهور الذي كان يدعو به النبي محمد صلى الله عليه وسلم لعلاج المرضى وللرقى وهو اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ويكرر ذلك ثلاثة اللهم احفظنا من الشرور كلها ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون ونجنا برحمتك يا ارحم الراحمين هذا والله تعالى اعلى واعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين دمتم في رعايه الله وامنه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته